خبير في الشؤون الاستراتيجية الدولية في ADS Securities. بداية نرحب فيك سيد نزار ونبدأ بحديث الساعة وهو انخفاض الأسواق الأمريكية وأيضا انخفضت مع عدة من الأسواق والبورصات العالمية. هل هو تصحيح أم هي ربما بوادر انهيار إن صح التعبير أو مجرد تغييرات سريعة تحدث بين الحين والأخرى؟ نعم شكرا لك. هي يعني في البداية هي عملية من الغموض عدم الوضوحية وخاصة يعني هناك رئيس جديد للفدرال الأمريكي جيرمي باول استلم مهامه يوم أمس عن الرئيسة السابقة جانيت يلين. هذا الأمر أدى إلى هذه الغموضية. الكل بانتظار الآن ماذا ستكون سياسة جيرمي باول، هل ستكون استكمال لسياسة جانيت يلين السياسة القديمة المتحفظة أم سيكون لديه سياسة مختلفة. فبمجرد أن يكون لديه أول تصريح رسمي والإعلان عن عناوين سياسته للفدرالي الأمريكي نعتقد بأن الأسواق ستهدأ وسيكون هناك وضوحية وستتخذ مسارا نوعا ما يعني تهدأ الأسواق ونلاحظ أنه سيكون هناك نوع من يعني عدم الانخفاض أو الهبوط الذي حصل خلال الأيام الماضية. ولا ننسى بأن يعني الاقتصاد الأمريكي لديه أساسيات قوية وسياسة ترامب الاقتصادية هي داعمة ومشجعة لأسواق الأسهم الأمريكية لأن الشركات الأمريكية هي المستفيد الأكبر من هذه السياسة. نعم نزار، نذهب إلى تراجع وتهاوي آخر إن صح التعبير إلى عملات المشفرة الرقمية البيتكوين، وصل إلى 20,000 دولار، تراجع إلى 17,000، تصحيح إلى 10,000، واليوم عند مستوى 5,000. فقاعة وانفجرت أم ماذا يحدث؟ هو بالفعل يعني منذ أسبوعين تكلمنا على قناة أبوظبي الكريمة ونشرنا دراسة أيضا بخصوص العملات الافتراضية وكانت دراسة واضحة وفيها تساؤل حول هذه السوق العملات وقمنا وقتها بمقارنة هذه العملات بالذهب. يعني الذهب له وجود، له استخدامات، له قيمة، وقلنا وقتها ما هي القيمة لهذا السوق الذي وصل إلى حدود 800 مليار دولار، يعني البيتكوين 20,000 دولار، الذهب 1,300 دولار. فكان هذا التساؤل والتساؤل حول هذه المرجعية. وسألنا أيضا لماذا الناس تقوم بشراء هذه يعني بشراء هذه العملات بهذه القيمة. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن لاحظنا يعني هناك عدة أمور حصلت في كوريا الجنوبية، في اليابان، برهنت أنه لا يوجد هناك مرجعية ولا يوجد هناك منظم أو جهة حكومية تراقب هذا السوق، وهذا ما حذرنا منه. فكان هناك عدة مخاوف، يعني مخاوف كبيرة لدى المستثمرين، وشاهدنا هذا الانخفاض الكبير، ولربما نشهد المزيد من الانخفاض إذا لم يكن هناك تشريع أو مراقبة رسمية دولية حول هذا السوق. هذا هو الحل الوحيد ليستعيد عافيته يعني سوق العملات الافتراضية وتحديدا البيتكوين.